بين الروحانيات والتأمل والتمارين الخاصة بالرجوع للذات والإيمان بالله والصلاة، وين إليان اليوم وكيف بتوصف إيمانها؟ إليان بحالة بحث دائم، يعني أنا على التذكرة مولودة أرثوذكس، وأكيد بحب كتير قوة الصلوات تبع الأرثوذكس، بس أنا شخص كوني بعده عم بينبش على هالحقيقة الكبيرة يلي وصلت بأجزاء لإلنا كبشر. يعني أنا اليوم ما بشوف بين التوراة والإنجيل والقرآن اختلاف، بشوف بين هالكتب السماوية ثلاثة لغة مختلفة. كل زمان كانوا الناس جاهزين ليأخذوا جزء من المعرفة، فأجت بطريقة مختلفة. يعني إذا بدي بسط الأمور شوي، بقول كتاب التوراة هو موجه لأشخاص بعدهم كأنهم بالحضانة، لأنه بيفرجوك بهيدا الكتاب وقال لك شخص بقاسس وقاسي وبيحرق وبيدمر مدن، ومنعرف كيف بأول مرحلة كان الله بالنسبة للإنسان. لما أجا المسيح وعطى محبة كانوا الناس كبروا شوي، صرنا منخطبهم بالمثل. المسيح عطى كتير أمثال بالكتاب المقدس، والأمثال بتنعطى للولد اللي عمره 7 8 9، بتخبريه قصة. ولما بلش يصير في وعي ونضوج كوني أكتر، إجا القرآن ليحط قانون، ونحن قاعدين عم نتحارب ونقول هيدا أو هيدا أو هيدا الكتاب، لا، هن بيكملوا بعضهم.